بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن انتهينا من الحلقة السابقة في تفسير الآيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله ويدخلهم ظلا ظليلا، نريد الآن في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أن نستجلي ما يظهر لنا من فوائد هذه الآيات الكريمة. فهذه الآيات فيها أن من آتاه الله العلم وجب عليه العمل به، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل به. ولهذا قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهم لم يعملوا بعلمهم لأن الله أمرهم أن يكفروا به، أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. وأمرهم أن يكفروا بالجبت وهو السحر، وكل ما فيه شعوذة أو ادعاء لعلم الغيب. ولكن اليهود لم ينتهوا عن ذلك، فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم يؤخذ منها أن الواجب على العالم أشد من الواجب على غيره، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه والعياذ بالله. فهؤلاء اليهود علمهم الله ولكنهم لم يعملوا بعلمهم، فالله عز وجل توعدهم بأشد الوعيد. كما يؤخذ من هذه الآيات أن الرجل إذا تلفظ بالكلام الكفر أنه يكفر ولو كان لا يعتقد ذلك، لأن اليهود قالوا للذين كفروا: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم لا يعتقدون ذلك، وإنما قالوا هذا من أجل حصول مقصدهم، وهو أن ينضم إليهم الوثنيون في قتال محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الله عليهم بالكفر ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من تلفظ بكلام الكفر وهو غير مكره، تلفظ بكلام الكفر وهو غير مكره وغير جاهل بالمعنى، واليهود غير مكرهين وهم يعلمون وليسوا جهالا، لذلك الله جل وعلا حكم عليهم بالكفر. وهذه مسألة خطيرة جدا. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب على العالم إذا استفتي أن يفتي بالحق ولو خالف هواه أو هوى المستفتي، فإنه يفتي بالحق ويقول الحق ولا يحابي في ذلك، ويلتمس رضا المستفتي أو يلتمس ما يوافق هواه هو ويستميل به المستفتي إليه. فإن اليهود هذا غرضهم، أفتوا بالباطل من أجل أن يستميلوا المستفتين من المشركين إلى صفهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من استفتي أن يفتي بالحق وأن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة
ما سواه، لأن الواجب على اليهود أن يكفروا بالجبت والطاغوت ويخلصوا العبادة لله عز وجل، ولكنهم صاروا على العكس من ذلك، أثنوا على المشركين ومدحوهم وهم مشركون وعبدة أوثان، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات أن كل ما عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت، كل من عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يدعو الناس إلى ذلك فإنه طاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وكذلك يؤخذ منها أن كل عبادة لغير الله فهي عبادة للطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك، فقد يكون المعبود لا يرضى بذلك. فالأنبياء إذا عبدوا كالمسيح عليه السلام، أو الأولياء والصالحين إذا عبدوا وهم لم يرضوا بذلك بل ينهون عنه في حياتهم، فإنهم ليسوا طواغيت، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. فكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت، والذي يعبد إذا رضي بذلك أو دعا إليه فإنه طاغوت. يؤخذ من هذه الآيات بطلان السحر والكهانة وادعاء علم الغيب، لأن كل هذا يدخل في الجبت، كل هذه الأمور تدخل بالجبت، ويجب الكفر بالجبت، وهو ما يشمل هذه الأمور: الكهانة والسحر وادعاء علم الغيب وغير ذلك من الخرافات والشعوذات الباطلة. يؤخذ من هذه الآيات كفر من قال إن دين الكفار خير من دين المسلمين، وهذه مقالة خطيرة قد يتفوه بها غير اليهود الآن ممن يعجبون بالكفار ويقولون إن الكفار خير من المسلمين. إذا سئلوا ما السبب قالوا الكفار عندهم حضارة، عندهم مدنية، عندهم عدالة، عندهم ديمقراطية، عندهم كذا وكذا، لكن ينسون الكفر الذي هم متصفون به، ينسون الشرك، ينسون هذه الأمور، ويتنقصون المسلمين لأنهم يقولون ليس عندهم حضارة ولا ولا ولا. نعم المسلمون عندهم نقص، ولكنهم خير أهل الأرض، المسلمون هم خير أهل الأرض، وإن كان عندهم من النقص ما عندهم، والكفار شر أهل الأرض وإن كان عندهم من زهرة الدنيا ما عندهم. إن الله حذرنا أن ننظر إلى زهرة الدنيا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمؤمنون قد يبتلون بالنقص والجوع لأجل أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولأجل أن لا يطغوا مع اللذات والشهوات. فالله حكيم في منع المسلمين من بعض ملذات الدنيا وإعطائها للكفار، إعطاؤها للكفار لا محبة لهم، وإنما هو من باب الاستدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.